السلام عليكم البنات، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير، بصحه جيده وصحه عيدكم. كل عام وانتم بخير وبالف صحه والعقوبه لكل عام ان شاء الله يا ربي. كما تعرفوا العيد هنا في البلاد مش كما العيد اللي هنا. هذا اخر عشاء، اخر طاوله رمضان راح وخلانا ولينا كما قبل. هو هنا هذا اول يوم تاع عيد. شوفوا هنا من البالكون هذيك الجامعه لكم تشوفيهم قابلنا تكبيرات العيد. غادي نخليكم مع تكبيرات العيد وما شاء الله نحضر. وكما سمحتوا هذيك هي تكبيرات العيد، الله الله عليها في بلادنا. الحاجه الشابه بزاف بزاف كي تكوني في بلاد هي كي تسمعي هذوك التكبيرات تاع الصباح وتشوفي الدنيا وتشوفي الله الله. شوفوا احساس رائع، احساس يحسوا به حتى لهنا ويحسوا به ماشي حتى اللي في الغربه. هنا شوفوا هادو هما انواع تاع الكاطو اللي خدمناهم. وهنا وجدنا الطابله هنايا راهي تكون هكا السبعة قال 20، سبعة قال 4 هكا. أنا نوض 6:30 تاع الصباح، رقدت 3:30 ونوض 6:30، وما بين 3:30 و6:30 كل مرة نفطن. وكي بداو التكبيرة سبحان الله إحساس ما نجبش نرقد، كل خطأ نفطن بهم ما يتا نوض ديريكت. كنت صايم بقى لا رقد لا والو، ومع ليدا شحال ما سمحتهمش، يعني كنت نسمعهم اللي هي كيما شفتو كنت حكيت لكم. ثم كانوا يجوا يصلوا في البارك اللي كنت نسكن من جهته، وكانوا يجوا يديروا الصلاة ثما، وكنت نسمع التكبيرات. بس ماشي كيما هنايا، هنايا حاجة واحدة أخرى مختلفة تماما، روعة روعة. شوفوا هنا هذا هو الكاطو، هذا الطبسي لكم تشوفوه كاع معمر بالكريمات، هذا كاع محشي. هذا شوفوا هذاك شباب، هذا شباب بزاف هذا. وهذاك تاع الشيكولا هبني كليت منه. وكاين هادو ثاني تاع قلوب ثاني محشيين، عالم محشيين بوحد كونفيتير تاع ما على باليش فراز ولا حب ملوك هكا، وفيهم كريمه تاع الزبده. شنو نحكي لكم، روعه روعه. المخبز، العرايش، الصابلي، التزيريات، البقلاوه، هذوك الهلالات تاع الكاوكاو، مقروط، كل شيء حاضر، كل شيء واجد. الله الله. شوفوا انا مكثر اللي شفت هاد الطابله يعني شبحت، ما نجبتش نشرب ما نشربش قهوه دروك، حتى اللي جات 8:15 هكا ولا عاد باش شربت قهوتي. ومن كثر اللي كثروا عليا الانواع ايا ما قعدت غير نخمم. تخيلوا قعدت نخمم باش ناكل، قعدت نقسم. انا نكره الانسان اللي يقسم الكاطو ويخليها. قسمت هذيك تاع الشيكولا وقسمت الصابلي. المهم من اروع ما يكون اعياد في البلاد، من اروع ما يكون. ثم انا ثاني كيما شفتوا في لي فيديو تاعي ندير هذيك الاجواء تاع العيد، الله الله نبغي نديرها، نبغي نديرها في الدار. نحط هكا كاطويا نوجده نقي في الليل كيما مين ديروا نتوما هنا، انا ندير ليه. عندي ميناج تاع قبل العيد ونوجد، والصباح نطيب بالقهوه قبل ما يجي راجلي من الصلاه، نكون مطيبه قهوه مستيكيه الطابله تاعي، ندير الكاطو. بصح ما عنديش كاع هاد الانواع، ندير كاطو زين ونحط البوفات في الارض، يعني النسافات نحطهم في الارض، نوجد كل شيء ونتقهوى انا وراجلي، ومن بعد نروحوا يعني نغافروا الاهل في التليفون. ايا ونخرجوا ثاني ثم عندها نغمه بصح هنا ما بين اهلك. وحاجه اللي عجبتني بزاف يعني قعدت هكا طول من جاوا الناس من الصالات كاع لابسين هكا قميص ابيض، براوين لابسين قميص ابيض يتغافروا. حشابه هذيك يديروا دواش تروح على العيد، رحت عندها جوستي ثاني غافرتها، روحنا كاع وبت عندها. والغدوة شورت ورحت للمقبرة، رحت عند جدي الله يرحمه. المهم غادي تشوفوا الفيديو شافيه. المهم البنات ما تنسوش تخلوا لي لايك وخلوا لي لي كومونتير تاعكم.
وشجعوني، ونتمنى ان شاء الله كاع المتغربات اللي راهم في بلاد الغربه ما يحوسوا يهودوا. نتمنى لكم ان شاء الله تسهيل، ان شاء الله يا ربي تهودوا وتشوفوا اهلكم وتحضروا، خاصه التهوات لازم تخيروا وقت مناسب، خيروا وقت تاع رمضان، وقت تاع عيد، يعني خيروا الاوقات هكا اللي كي تكونوا ثم تتوحشوهم. شوفوا هاد الصاب اللي كريت منها ما شاء الله، الذوب ذوبان معمره بالكريمه والله غير شابه شابه. وهنا شوفوها هما النسافات بوفات، ها هما درتهم بنتي كي ناضت مرقاد وجات مأمنه شعقلها. وهنا شوفوها والصالون مخمل، كل شيء راه مخمل، كل شيء امريكي ما شاء الله. وانا شريت هاد البدعيه هادي تاع قاطيفه، هي بدعيه قفطان، وهذا الخاتم اللي كنت فيها تاع عرسي شوفوا طاحوا لها كاع هاد كليبر تاعها شابه ومتينه ذهب ضربها النار. وهذه هي بدعيه جايه قطيفه شابه بزاف بزاف، جايه من فوق فيها ليزاستراس وفيها حزام. نغمه شابه كتبسي بدعيتك في بلادك تقعدي تدوري، حنا لهيها ما نلقوش في امريكان ما نلقوش بدعيات بزاف، نلقو غير يعني حاجه نورمال، مش كيما فرنسا واسبانيا. فرنسا معمره بدعيات القفاطين، مش كيما امريكان، امريكان ما تلقيش قليل وين تلقي. وهذه القبصه تاع كاطو لكم تشوفوا فيها انا ديتها لعجوزتي، شوفوا درنا لها كاع انواع الكاطو، قبصه شابه. هاد هما اللي شفتهم الصباح. المهم وانا رايحين عندها وجدنا رواحنا ملبشت بدعيه، لبست اونسومبل اونسومبل شباب تاع متحجبات، راني معوله نطلعها معايا ان شاء الله. وهنا البنات رحت عند عجوزتي وبات وسيبون، والغدوه شاورنا، وهنا راني رايحه مع ما واختي للمقبره. شوفوا لا ناتور، الله الله، هذه لا ناتور تعجبني بزاف بزاف، واحد الهواء نقي نقي نقي، يعني ما نبدلهاش هذا النظره وهذا الهواء ما نبدلهمش كاع الخرجات تاع امريكا. هو نقي بزاف بزاف، بلادك تشمي هكا هذيك الريحه هذيك تاع الخضار تاع الشجر ما شاء الله روعه. المهم طريقنا واحد هكا واحد 15 دقيقه بلاك ونوصلوا ان شاء الله. سيبو هنا رانا وصلنا، ها هي انا وصلنا هنايا، وغادي ان شاء الله يا ربي هذه هي الدخله، وهذيك هي هذيك ثانويه راكم تشوف فيها ملهيه. وهنا ها هي المقبره البنات، دوك نديكم ملهيه ونوريكم شوفوا الخضار. يرحمهم ويوسع عليهم جميع الاموات، هما السابقون ونحن اللاحقون. الانسان كي يجي المقبره يتفكر بلي هاد الدنيا ما كان والو، شوفوا مهما يدير مهما يعلي مهما يبني مهما يدير دراهم مهما شوف كاش يدير، واخر حتى هي في هذا القبر تحت هذا التراب ما يدي والو معاه من غير الاعمال. انا راح للقبر تاع جداتي، والقبر تاع جداتي الله يبارك واحد الشجره عليه شحال كبيره، هي نظن تبالي اكبر شجره في المقبره هذه، يعني فوق القبر دارت هذيك الشجره فوق القبر، يعني فوق الراس تاعها مظلله عليها ومظلله على اللي حداها الموتى اللي حداها ما شاء الله. ديك الشجره ما غرسوها ما يسقوها، وحدها ناضت وحدها كبرت. وهذا القبر تاع جدي، شوفوا كي جيت عند القبر تاع جدي، جدي ما حضرت لهش كي مات ما نكذبش عليكم، يعني غير وراوه لي بديت نبكي نبكي ما بغيتش كاع نسكت حتى اللي نط من حداه، شحال بكيت وتفكرتها بزاف بزاف، سيتو كيما تحضروش هكا وتكونوا بعاد وكل شيء ماشي سهله. وهذا قبر تاع بنت جارتنا الله يرحمها، جينا نزوروها، يعني كل ما نجو مقبره نجو نزوروها الله يرحمها ويوسع عليها. 15 عام كانت مولات، 15 عام ماتت كانت مريضه، هذيك ثاني كاع ما نسوهاش، كانت واحد الانسانه 15 عام مريضه وكانت تصوم رمضان وتصوم الايام البيض، الله يرحمها والله يرحمهم اجمعين. هذا اللي نقوله. ورانا مولي للدار، وقلت نوري لكم شويه لا ناتور هنا باش تشوفوا. والعيد كما قلت لكم فوتناه بزاف بزاف شباب، ان شاء الله مراها لكل عام، ونعاود نقول لكم صحه عيدكم وتعيدوا وتعاودوا كل عام نتوما بخير. و
وان شاء الله يا ربي نعاودو نولو ونعاودو نعيدو هنا ونصومو هنا ونعيدو هنا. مكاش كيما ملي تصومي في بلادك وتعيدي في بلادك. نغمه بزاف شابه. العقوبه لكل عام ان شاء الله ربي يعطينا الصحه والعافيه، خاطر الصحه والعافيه هي كلش. تكوني بعيده ولا قريبه، المهم الصحه والعافيه ان شاء الله. ايوا البنات، في الاخر ما عليا نقولكم، نعاود نقولكم صحه عيدكم، كل عام نتوما بخير، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله، وقولوا لي كي عيدتوا كي كانت الاجواء، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. ونقول لكم تهلوا لي بزاف بزاف رواحكم، ما تنسوش تخلوا لي لايك وخلوا لي الكومنتير تاعكم، وانتظروني في فيديو جاي ان شاء الله. ومع السلامه حبيباتي.